أنجبت سوريا الكثير من عظماء الفن والفكر والثقافة والأدب، ولكن الحرب الدائرة في سوريا ألقت بريحها على مدارسها فدمرتها، وحرمت الملايين من أطفالها من حق التعليم. حافلات الزيتون هي عبارة عن مدرسة ابتدائية تضم العشرات من أبناء ريف درعا، والتي باتت بديلاً عن مدارسهم التي دمرت بفعل قصف قوات النظام، مثلها مثل الكثير من مدارس سوريا. بعد الاستهداف المتكرر للمدارس التعليمية في الجنوب السوري، كانت فكرة حافلة الزيتون للتعليم والترفيه، حيث قمنا بتحويل حافلة عادية متنقلة لنقل الركاب إلى حافلة للتعليم والترفيه. زودناها بمقاعد تتناسب مع الأطفال وبألوان ورسومات جميلة. مين عدد إياها؟ عدد إياها؟ أكثر من 5000 مدرسة خرجت عن نطاق الخدمة في سوريا حسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، فإبعاد الطلاب عن خطر استهدافهم في مدارسهم والحفاظ على سلامتهم من قصف النظام. يكمن هنا سعي الجمعيات والمنظمات الخيرية لإيجاد أكثر السبل نجاعة في إيصال المعلومة للأطفال من خلال تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة تارة، وإفساح المجال لهم للعب تارة أخرى. أنا ولي أطفال بيتعلموا بحافلة، هذه الحافلة الذي وجدناها بديل عن المدارس بعد التشريد وبعد التهجير من مناطقنا، ولقناها أحسن سبيل وأوفر سبيل في سبيل تعليم أطفالنا، ويعني أحسن ما يظل الطفل أمي أو يبقى على جهله على ظلامه. الإنسان لما يكون المتعلم، هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستويان. تمشي بهم مدرستهم ويمشون بها مصطحبة إياهم نحو مستقبل مشرق ومزهر، فهذه المدرسة وإن ضاقت عليهم فقد أصبحت عالما مفيدا ومسليا، يخرجهم من حالة الحرب التي لا يعلم حتى اليوم متى تطوى صفحتها.